مساء الخير من ينام سنوات على صفيح متفجر يزن 2750 طنا من نترات الامونيوم لن ينقذه او يوقظه دوي انفجار مهما علا من اعتاد دفن راسه امام نداءات العالم لن يهزه فرمان لماكرون في وسط بيروت فيا مدعي العروبه ويا من تشرئب كرامتكم اذا ما صرحكم قريب او صديق يا من تنتفضون لعزتكم إذا ما قربها انتقاد أو تصويب هل أنتم فعلا عرب؟ العربي لا يقبل أن تهان كرامته لكنه لا يستجلب المهانة العربي موصوف بحفظ الجميل بنزاهة الموقف وبصدقه العربي رجل متى وعد وفى ومتى أقسم نفذ العربي لا يرضى الظل لكنه لا يسير في دروب المذلة نقول ذلك لنؤكد ان الرئيس الفرنسي لم يهنكم لكنه في نفس الوقت لم يمالئكم اعمالكم قادتكم الى الحضيض فوضع العالم صفرا علامه على انجازاتكم. في هذه الحلقه من صوت الناس التي تبث عبر صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحه فيسبوك ايضا يواكبنا فيها بي دي نيوز الموقع الالكتروني وتبث عند الساعة التاسعة والثلث عبر إذاعة صوت كل لبنان نستضيف النائب نعمة فريم مساء الخير مساء الخير ليش بدك تضيع التحقيق؟ كيف يعني ليش بدي ضيع التحقيق؟ لأنك طالبت بتحقيق دولة <applause> بالعكس أنا بدي أقول لك تعلمنا بلبنان أنه التحقيقات الداخلية ما بتوصل على نتيجة وهيدا كان بأيام المنسوب الثقة بالدولة أعلى من اليوم م -م. بطريقه هيك لوجيك فقط لا غير الثقه مفقوده بالقطاع العام اللبناني ككل من هيك اليوم اذا بدنا نوصل لمحل مجبورين نروح الى محكمه المطالبه الدولي. بالتحقيق الدولي في قضيه نعم. المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقه، هالكلام رئيس الجمهوريه اي ساعة اليوم قبل الظهر بتاسف انا ما بوافق معه ابدا بالعكس انا بعتبر انه اليوم بعدم استقلالية القضاء نحن مجبورين نعمل هيك وهذا واقع في ستة في ناس تزعل بس هذا واقع تأخير استقلالية القضاء هو اللي جبر اللبناني يلتجي إلى القضاء العالم بقضايا كبيرة من النوع في 16 موقوف في ناس وضعت بالإقامة الجبرية نعم. في رفع السرية المصرفية نعم. شو بدك إجراءات خلال 72 ساعة أو 3-4 أيام أكثر من هيك بدي استقلالية القضاء قبل القضاء مش مستقل ابدا يعني القصة إذا بتبقى بالقضاء اللبناني ما بتوصل لمطرح نعم ما بتوصل لمطرح تعلمنا إنه اللي بيجرب اللي مجرب عقله مخرب طيب وهذا واقع وهذا بيأسفني وأنا ما تعودت كون هالقد هجومي بس أنا وصلت لمرحلة من بعد ما عم بدفي موت بدفن موتاني قلك قل نحن مسؤولين عن تأخرنا هالقد 30 سنة على هالمنظومة الفاسدة على هالمنظومة يلي هي ما بتشتغل إلا لحالها ناس اللي هدفها الأساسي بالحياة أنه هي مسؤولة عن شعب هي مش جاية لتخدم حالها أنت مش بالمنظومة؟ أبداً من ليش بدي أنت جزء من مجلس النواب أحلى شيء بعمله للمنظومة أنه يستعيلوا المستقلين ليه؟ اسمع يست... الجملة يستعيلوا المستقلين خلوا يستعيلوا هن أنا رح أقول لك وأنا بقول لك شغلة أنا مش معلق بكرسي بحياتي نحنا نحن من سنتين بكسروان فكرنا كثير قبل ما اترشح بس انا ترشحت بمهمه يلي هي اسمها الانسان اولا واخيرا وبرهنوا لي انه هن سوري يعني مثل إجرن الانسان بقى انا جاي اقول لهم لا مين هني يحل المنظومة. اللي كنت معهم اللي كنت معهم اول شيء اول شيء انا تحالفت لانه في قانون ما فيك تعمل تترشح لوحدك اعطيت فرصه أساسية وأنا مؤمن أنه اليوم مرتاح كتير وضميري مرتاح وعم عيط وزع بدك حرقة قلبي لانه جربت كل شيء جربت كل شيء جربت ضحي بكرامتي جربت ضحي باستقلاليتي جربت ضحي بكل شيء خزلوك باسم خزلوني وباسم الانتاجيه انه 29 نائب خلينا نغير ما حدا بيرتاح حدا جماعة هدف الاساسي تبعهم فقط لا غير استمرارية مشروع آه هيك فريق، لك خي نحن السياسة بتخلص. بتخلص عند البناء وطن، شو هالحديث هيدا؟ اولويات بناء مؤسسه الدوله اللبنانيه ما حدا عم يشتغل عليها طيب. هي اللي وصلتنا لهون انا واصل لهالنقطه، المدعي العام التمييزي بكلف سبع خبراء فرنسيين يعني اجراء التحقيقات التقنيه حلو هالشي ما بيطمنك؟ رتبليشي حلوه كثير منيح، هالشي أنا... بيعوض عن انك تروح على تحقيق دولي؟ لك انا بدي اقول بدي طالب بالكثير، بدي تحقيق دولي، اليات تحقيق الدوله بتبلش بفحص الارض و و و و ومكان ال الحادث هون ببلش الشغلة، قبل ما حدا يدق فيه، وقبل لا. ما حدا ينزعه. آه، تلاتة آه، من، بدنا خبرة مثل ما عم تقول، آه، بدنا آه، شفافية، وبدنا أهم شيء ما يكون آه، المتهم قاضي. هذه أهم شيء. كيف هي؟ ما يكون و... المتهم قاضي. كيف يعني؟ يعني ما يكون يلي عم يحكم شاكين فيه، لازم تكون يلي عم يحكم بعيد كل البعد عن اي شك وهذا شيء كبير اللي شو بدك تقول لي مباشره لا لا اقول لك شكك؟ انا انا ما عندي انا اليوم ماني شاك بحدا بهاللحظه عندك شك ان يكون القضاء في مكان ما لا. متورط لحديت هلا ايه ما عندي اثبات لحديت هلا ما عندي اثبات عندك شك بتورط القضاء في مكان ما بعد القضاء انا عندي شك وما بدي اسمح لنفسي احكي هلا بس انا اللي بدي اقول لك ايه انه طريقه تاخر من 2014 لهلا له أه. البضائع فيها خبريه مش فهمانة وهيدي موضوع مش عم يركب على اوز الخبريه باخرها بتجي طب لمين مين دافع حق هالبضاعه؟ كيف نزلت هون؟ وليش ما راحت؟ انا بعرف انه تلف البضائع الدوله اللبنانيه في خلل كمان بالقانون ليش ما سالت كنايب آه. عن هالموضوع قبل؟ انت بتمثلني انت بتمثل الناس انا معرفة. انا مع جرد بالبورشو في مجلس النواب ما بيعرف بهالموضوع الخطير انا شخصيا ما بعرف انا انتبه نحن من الاقليات في مجلس النواب يلي شوي شوي رح نصير قاعدين على الباب يعني ليه؟ <applause> في قصص كثير ما بنعرفها في 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 نادي بمجلس النواب مثل ما في بغير محلات بمثل طبقه سياسيه هي عمليا بتدير امور البلد مين مالف من مين ألف هيدا النادي معروف من مين لا من انا ما بعرف السياسيه اللبنانيه لا، حتى بط... حتى اللي بالظاهر مختلفين بيشكلوا أكيد. هالنادي اكيد ولو ليك خلص سقط القناع اوكي نحن بلبنان في عنا منظومه اسمها منظومه الزعماء وهيدا وباء اضرب من الكورونا لانه هيدا وباء بيضرب الطرقات وبيضرب البنى التحتيه وبيضرب المياه الجوفيه وبيضرب الاقتصاد المالي وبيضرب بيروت اخر شيء هذا زيت المرض لانه هذا مرض ناسي انه الفريق بده ينتج ما بده يقعد كل النهار يخبر اخبار وينتبه على على انا نحن بشركاتنا اذا انا بدي بلش شوف يلي بحبه ويلي بيخدمني ويلي بيصير لي بالبيت رقيه نتائج اخر شيء بتفلس الشركات. انت نايب هيدي هي ذاتها بالدوله اللبنانيه. طيب وصلنا. بناء لف... بناء منظومه تنتج لانه مش موجود بفكرنا وصلنا لهون وهيدي يلي عم يخلي الشعب العالم كله مثل ما بقولوا يزدرلنا يقرف منا يشرشحنا خسرنا احترام العالم بشكل اذا لاحظت اذا لاحظت شو عم بيقولوا لنا العالم صح صح يا أخي عم بيقولوا لك لك حدا حضر السي ان ان شو حكيت؟ ايه شفتوا اذا واحد في دم شو بحس؟ شو بحس؟ بحس انه يا عيب شو مثل واحد ساعد بالفحص جايب صفر وفسيد يعني قصدك أصدقت... مثل واحد كسلان وفسيد اوكي يعني قصدك تقول انه مسؤوليننا بلا كرامه كيف الهم عين؟ كيف الهم عين يتصرفوا معهم بالعالم؟ انه انتم لا بتعرفوا تديروا بلد ولا بتعرفوا تديروا مجرير أوكي. ولا بتعرفوا تديروا اقتصاد م. ولا بتعرفوا تديروا بور ولا بتعرفوا د... وبعدكم عم تحكوا طيب. وبعدكم عم تقولوا انه نحن بت... لازم ندفع لكم المصاري لازم نحن لا الفضيحه مع هيدا كله تسمع انه عم عم نتهم العالم عم نتهم العالم انه كيف انه هن ما بيساعدونا ماليا يا لو كيف كيف قلنا عين قال لهم اياها ماكرون امبارح إيه؟ انتم جماعه فاسدين ما راح يوصلكم مصاري بس انه مش عيب انا لبناني انا بنجرح استاذ انا نعمد. بنهان طيب. معي بطاقه معي جنسيه لبنانيه لك ما عم تنزل لي قيمتها هي حسبها سهم شركه شو بقى منه هالسهم حرقته السلطة عم بتهين كرامة الشعب نعم اوكي في كمية م... كمية مادة الهيدروجين حد خزانات الفيول ما في شيء جديد يا يعني عمره 30 سنه كتير. هيدا موضوع موضوعات الموضوع وصلنا بيكسر. على الانفجار لا, بال... لا 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 يا غير شيء هيدا شيء تقني ببرد الالترناتور تبع التوربين ببردو بالهيدروجين في خزازين هيدروجين يمكن 16 آه... بايب صار لهم بفتره بنفسه بنفسه ليبردوا هلا في مره بحرب معينه يعني اسرائيليه خافوا نفسون لانه ريسك اذا حدا اذا عصفهم بيفقعوا خطرين مثل ما اذا اذا فايق وقت اللي صار بخزان الغاز بالدوره نعم بحرب التحرير نعم طب اذا ولعته وطرته بيفقع فاذا هيدا زيت الشيء هيدا زيت الشيء لانه في بريشر تنطمن الكسروني في بريشر ريليف سيستم بنفس اذا طلع ضغطه بس اكيد اذا م. واحد بده يروح يفجره اي اكيد غير انه تفجر انه خلينا نتفق اذا فجرت خزان هيدروجين واذا فجرت خزان غاز بده يعمل انفجار بيعمل انفجار صح بقى من هيك مش لازم نفجره ولازم اكيد ناخذ كل الاحتياطات اللازمه يلي عمرها عم ناخذها من زمان متاخذة الاحتياطات؟ متاخذة بس برجع بقول مغلط شامل روكوز اليوم بالتنبيه من هذا الخطر انه ما في شيء جديد اوكي في انه موجوده بالزوق محل مكان مكتظ كل محطه كهرباء فيها تبريد اليوم في طرق جديده للتبريد، انا بتسالني من دون ما افوت بالتفاصيل توزيف في توظيف جديد لازم انا مواطن بكسروان، لازم اخاف ولا مش لازم اخاف؟ انا بدي اقول لك مواطن بكسروان اوريدي منطقه الزوق ولازم تخاف من الدخن اللي عم تعمل كونسير اوكي من هيدي الشغله في خطوره قليله بس ما فيني اقول له انه ما بتنفجر بحياتها اذا ما كان في عمل عدائي عليها إز... ما في مشكل اذا أوكي. ما في عداء عدائي، طيب. حلوه هالكلمه انت عم بتطالب بمساء وطن جديد يعتمد على الحياد المسلح شو يعني الحياد المسلح انا بعرف الحياد اللي حكي فيه البطرك إيه. بس شو يعني الحياد المسلح الحياد المسلح هو الحياد المضبوط هو الحياد سويسرا حياد لبنان هو حياد الضعفاء كان سويسرا ولبنان بلدان انخلقوا من, من زيت الارشيتكت من ذات الوقت وانعمل جبل لبنان ومن بعده لبنان الكبير وانعملت سويسرا من بعد نابليون ذات النفس اوكي يلي طلع من مترنيخت واتفاق ايام السانت اليونس بسموها اوكي بين النمسا والمانيا والنمسا وبروسيا وكله مهم هؤلاء اثنيناتهم بلدان حياديين اوكي واحد كان يقول انا بتغنى بضعفي واحد كان يقول لا انا حيادي بس عندي 5000 بوز مدفع واللي بقرب علي بدي كسره اوكي هيدا ما قدروا لا بالحرب العالميه الاولى ولا بالحرب العالميه الثانيه يفوتوا عليه وهيدا بعثوا له الفلسطينيه ب 48 ورجع بعث له الملك حسين الله يرحمه بالاردن سنة 1970 بعث له الفلسطينيه مع سلاحهم لانه منه قوي كفايه يقول لا 50 الف مدفع اليوم بلبنان بيهدوا عنك الخطر الاسرائيلي مش 5000 100 الف اكيد بس بيهد... عندي دفاع طبعا شو اذا كان دفاع ولا هجومي اذا هجومي بيجيب لي ويلات لا لبنان ما ولا مره بيهاجم دفاعيا ندفع اكيد اول شيء بده يجي وقت م. مش اليوم بده يجي وقت والمنظومه الدفاعيه والامن القومي هذا موضوع كثير كبير، الامن القومي مربوط مباشره بالاقتصاد. نحن الامن القومي المضبوط بس نصير ننتج 7% ننمى 7% بالسنه وندفع حق اخراطيشنا وحق وحق دباباتنا وحق صواريخنا ونبلش نحقق لحمه جيشنا تنطعميه. يعني بدك مشوار طويل بس حياد المسلح اول شيء بدي اقول لك شغله، حياد المسلح بصوت عليه الكسرونية انا بس انتخبوني أنا بدي صوتوا عليه اللبنانية ايه واصلين، أنا بقول لك شغلة، الحياد كيف يعني واصلين؟ مش كيف واصلين؟ أنا أنا مؤمن هلا أنه المنظومة القديمة خلصت أوكي بدنا ننبش على زمن جديد على على 100 بعد 100 سنة بدنا نفوت إلى عقد وطني جديد بده يفوت عليه الرئيس ماكرون هلا ايه نعم مطلوب بدنا نبلش فيه شو بدنا نحط فيه؟ أنا مخلص الشغل هذا مشغول كثير، يعني في كثير ناس شغل. وانا من الناس كثير شاغل عليه حتى قبل من وقت الشرعه العمل السياسي على ضوء تعليم الكنيسه وقت كتبناه مع المطران الراعي كان وقت اوكي عم بحكيك من يمكن سبعة ثمان سنين اوكي انشغل على هالفكره بالعمق وشفنا كيف شو ناقص لبنان لبنان بالعهد الاول للبنان او المئويه الاولى في عندنا خلل اساسي بمبدا الانتاجيه والاحتراف والمنتوج والقوه في خلل فيه طيب هيدا بدنا نظبطه بالعهد الثاني باسم الانت باسم الحياه باسم الانتاجيه باسم الشفافيه باسم هو كلهم بدنا نعمل لبنان جديد مبني في قوه ما في ضعف يعني ما بدنا ما بدنا عم تطلب باختصار عم تطلب انه بشكل غير مباشر عم تطلب حصر القوة العسكرية الدفاعية بيد الجيش اللبناني فقط لا وتقوية الجيش والردعية, والردعية في ردع فيه في دفاع في دفع في ردع في هجوم فينا نحكي فيها بالتفاصيل مش وقتها بس بدي اقول لك هالسياسه هاي طويله عريضه هيدي لازم تدخل في استراتيجيه الدفاعيه اللبنانيه اللي بده يكون في اتفاق عليها يوم من الايام نابعه من الحياد انتبه نحن بيها. الحياد الحياد طريقه حياه مبدا آه. اذا بدنا لبنان واحد وانا عم اقول لك بكل صراحه ايه؟ اذا بعد بدنا لبنان واحد ما في الا ما يكون لبنان حيادي لانه لبنان مركب بشكل كثير متفارق عن بعضه ما في حدا يفرض محور على على شريكه يعني اللي فارض اليوم محور على اخر عم بيقول عم يقود لبنان الى الانقسام او التقسيم ايه بس بذات الوقت انا بقول في فرصه كثير كبيره اليوم انه واحد يجي يطلع بالتاني بكل صراحه اوكي بكل احترام مم. بمحبه كمان تعال خلي ويقول له محور محورك, بدح محورك بدح رح يقتلني بدك تعيش معي بدك 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 تحبني وحدي ما فيك تحب ثلاثة أربعة بذات في الوقت فيك تصاحب قد ما بدك بس إذا تتجوزني تتجوز واحد جازي مارونية يعني جازي مارونية واحد هيدا نحن اليوم على بعد 100 سنة بدنا نقول لبعض وأنا بقول لك عندي شيء بقلبي بقول لي كل اللبنانية بيقولوا إيه لا مش مزبوط لا ليش؟ لا. نعم. لأنه أنت شفت إنه في في رجال دين وفي مواقف خرجت قالت إنه اللي بيفكر انه بيقدر يعمل لبنان حيادي بيكون مش عم يقرا الواقع السياسي بالمنطقه مزبوط صح مزبوط فاذا وبالتالي ايه؟ وبالتالي وبالتالي يعني انتم مجانين نحن مجانين بس نحن بدنا نبلش بالحوار واذا بدك توصل على شيء بيقول لك لا بنبوس بعض كل واحد بروح بطريقه كيف يعني يعني اذا مش رح نوصل على شيء من هالنوع في خطر على لبنان الواحد كل واحد بيروح لحاله يعني بيروح على التقسيم شيء بيشبه له بس انا مؤمن وما بحب اطلع بالسيناريو الاسود اطلع بالسيناريو الابيض انا بدي فوت بهالحوار عرف انه في احتمال كتير ننتهي على زعل بس بدي افكر كيف بدي انتهي على خير طيب بدي ارجع شوي للواقع حضرتك كنائب البرلمان كان عندكم شيء كنواب كلجنه دفاع يعني بس انه اي لجنه يعني مفترض يكون عند لجنة, لجنه الدفاع اكثر شيء هذا الموضوع يعني. بس أي. انت كنائب البرلمان كنت عارف انه في 2750 طن بالمرفق ابدا لا طيب كنائب ممثل للشعب بتسال حالك مثلا انه كيف بيقطعوا هال 2750 طن من نترات الـ 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 الامونيوم بيوصلوا على مرفق لبنان والامم المتحده اللي عم بتراقب الشاطئ اللبناني ما بتعرف فيهم؟ من وقتها صارت لليوم مشكله يعني من 42 ساعه لليوم باللحظات الصغيره يلي كنت عم بين دفن ودفن وبين مستشفى ومستشفى م. ونحن ما نمنا على ليدي بكملها لانه كنا عم ننبش على ناس قريبين حبيب قلبنا واصحابنا ومعنا بال يعني بدك تعرف كثير منصاب اللبناني صح وخاصه اذا واحد عنده كثير اصحاب وعنده نعم. كتير قرايب وعنده نعم. كتير آه بين بهاللحظات اللي قدرنا نفكر فيها وبعدني بالتفكير، يعني انا اليوم بعدني بالبروسس تجمع هالمعلومات وافهم. هلا انا ما في شك انه ما بتفاجئ ب وفضيحة فضيحه قله قله الاحتراف بلبنان، يعني كل ما بشوف محطه تكرير مثلا 15 سنه معمره مع بعد ما وصل للأسطر وبشوف أسطر ثاني فالت راي على البحر هي مثلهم يعني ما بتفاجئ ما بتفاجئ انا بتخيل انا خلي خلصك هالفكره اتصور انه انا جيت على مجلس النواب كل واحد بجيب خبرته معه انا جبت خبرتي بالمؤسسات هي سالت سؤال قلت انا بدي اكيد بده بعد يومين خي كم شخص بيقود من الدوله اللبنانيه بس هيك هيك اكتشفت انه ما حدا بيعرف لا مثلاً. مش ما بيعرفوا ما بيعرفوا لا بيعرفوا ما بدهم يقولوا لك والله العظيم ما بيعرفوا رح اقول لك ليش لان يعني اذا قالوا لك بدك تسال انه هيدا كيف فين؟ مزبوط بس فاذا ما عندهم مصلحه هن انا عم بكتشف انه في في مزيجان انت نايم ما ايه؟ ما فيك تجاوبني هالجواب هن اللي بيعرفوا لا انا اكتشفت انه انت مش عارف ده اني بهلين اه اوكي عم اقول لك انه انا اكتشفت بهلين أن... ولا عم يستبهلوا الناس لا انا بقول لك في اغلاط في في بدك تعرف شغله، في شي بلبنان آه نوع من قلة احتراف أوكي. بمستوى قلة الاخلاق، مم. بمستوى قلة الاخلاق اوف ايه هيدي بدنا نعرفها، انا ما بتصور حدا مسؤول كان بده يوصل ليكسر بيروت بتخطيطه هيك مخطط له ما ما بتصور بس, بس عم اقول لك قديش في قلة احتراف مش قلة احتراف هيدي قلة قلة مسؤولية يا قلة كل شيء لا. لانه لانه في شي قصد وفي شي مش قصد نعم. في شيء قصد وفي شيء مش قصد نعم. بس اليوم يعني في اطراف مثلا المملكه العربيه السعوديه ورح اقول لك اياها مثل ما هي كانت عم بتقول انه في في صواريخ عم توصل على لبنان وعم تروح عند الحوثيين انا اليوم كلبناني لما بشوف انه في 2750 طن فاتوا على لبنان واليو ان ما شفتهم بترى علامات مات استفهام كبير انه يكون عم بيفوت سلاح على لبنان خلينا ما نفهم. بعرف لوين عم بيروح أنا بدي بس في انا بدي افهم هودي وهون بدنا شوي نفهم معلومات اكثر انه هالبضائع ها معمولين لشو هودي هو مواد اوليه شو؟ عاده بالتكلمة. لصناعه الت... لصناعه المتفجرات والاسلحه اكيد أكثر أن... أهتر... ل... أهتر... كيميكالز فيرتلايزرز وبيستعملوهم اوقات لشيء ثاني، يعني خلينا نفهم القصه مظبوط. تقرير تقرير امن الدوله جايين من متفجرات تم... تقرير امن الدوله يلي طلع للحكومه واللي طلع للوزراء المعنيين يلي انحط على مكتب فخامه الرئيس بيقول انه هودي خطرين شديدين انفجار عندهم خطوره رهيبه، انا كمواطن لا بدي افهم اكثر من هيك، خطر ليش باقي هونيك؟ مظبوط. أنا بسألك سؤال مثلك، أنا لإلي ماني ما فهمان هالقصة القصة كلها، كيف بيصال؟ أول شي لمين جايين؟ مين صاحبهم؟ لمين إجوا؟ ليش تفضوا ليش تفرغوا هونيك؟ ليش بقيوا هونيك؟ مم. مين ما منع؟ مين منع إنه يرجعوا يفلوا أو يبيعون أو أو يستعملون يا خي لتصليح ذخيرة للجيش اللبناني، مم. أو يصدروهم أو ما فهمنا شي، هل هو في مخبى سلاح تحته؟ هل هو انقصف يعني السيناريو اليوم السيد نصر حل... الله عم بيقول هلا هل من شوي لا لنا علاقه بالمطار ولا عندنا سلاح ولا بدنا شيء ولا هلا هل ولا, ولا, بالماضي ما عندنا شيء بال... بال بالبور. ان شاء الله شو ان شاء الله يعني بدي انطر تحقيقات اكثر بس بس انت في نايف... سيناريو بقول خلينا تسم... نحكي كل شيء بتقول اللي علينا واللي ضدنا اوكي في سيناريو بقول في مخزن ذخيره انقصف وحدوا هذا المخزن فقعوا هودي هذا سيناريو، في سيناريو ثاني بقول لحظة. في لحظة. في, في فرقاع، خلينا نستعرض السيناريوهات، في سيناريو ثاني بقول في مخزن هيدا النيترات، وفي بنص المخزن فرقاع، وحدا عم بلحم ولع الفرقاع، وفي سيناريو ثالث بقول يمكن مهدومة هالخبريه يا اخي عم اقول لك انه يعني مجبورين الناس تستعرض كل شيء ونحطهم على طاولة ونجيب خبرة نشوفهم نعمة نشوفه فريم النائب من وين بتستقصي معلوماتك؟ بتشوف كثير على السوشيال ميديا، من وين بتجيب معلوماتك؟ أوه في عندي علاقات لبنانية مع مراجع شو قالوا لك؟ أصحاب و... شو قالوا لك المراجع؟ شو مرجحين؟ برجع بقول لك لهلا اوكي بعد ما خلصت منيح المعلومات بس أنا لأنه أنا كنت بعجلتون بس صارت العملية نعم يعني بعيد عن بيروت نعم هزت البنايه وصوت مقبول لانه ما كنت كنت برا كنت جوا بس طلعت فكرت هزه ارضيه انا بدي نيه سمعت طيارات هلا بتقلي ها مش طيارات هذا صدى بس انا فكرت انا خلصت الخبريه يعني ثلاث دقائق بعد الانفجار انه هاو الطيارات فلوا وصفوا شيء استاذ نعمت انت نائب بالبرلمان اللبناني نعم من الثلاثه لليوم البرلمان غايب عن الوعي معقول اول شيء البرلمان ما فهمت مكسر بغض النظر لما لما عزتوا تجتمعوا رحتوا على اليونسكو اجتمعتوا ايه تنشين ثاني النواب نواب البرلمان ما بدافع عنهم انتبه م. لانه انا قلت لك اليوم في عندي زملاء كثير واصحاب كثير من كل الافرقاء بس كفر ك كبرلمان رسمي الانتاجيته مش كافيه ابدا م. يعني مثل انتاجيه بس معقوله 155 قتيل لهلا 5000 جريح مجلس النواب غايب عن الوعي؟ شو اللي معقول؟ بس بس في أكثر من هيك في اللي هو؟ في أكثر من هيك، أنا بقول لك إدارة الكارثة مش مقبولة كيف يعني؟ يعني أنا انفجر انفجرت بيروت الساعة ستة عشرين أكيد هول كبير بتعرف أنه للساعة 8 الصبح ما كان حدا عم ينبش بقلب بيروت على الضحايا؟ أنا بعرف مسؤولين مم. راحوا جابوا اصحابهم جابوا ضوية وقعدوا يبرموا عضو عدو الو... عضو كمان نعم ينبشوا على قرايبينهم على اصحابهم بالليل ما كان ما كان في شيء طيب يعني 12 يعني... ساعة ما هن طيب. يعني ساعة أهم شيء إيه. أنت إذا نايف. في واحد وقع واقع حجرة على راسه كذا خلصناه صح أنت نايب ليه ما طلبتوا بلجنة تحقيق برلمانية؟ نحن عم أنا عم طالب اليوم ببياني قبل هالحلقة عم طالب بلجنة تحقيق بلجنه استقصاء معلومات وقضاء قضاء انترناسيونال لجنه تقصي معلومات قضاء بالبرلمان اللبناني م. عمليا هي بتستعمل تستعمل اداه الدوله اللبنانيه. خلينا نسميها القصص بدها تستعمل اداه الدوله اللبنانيه وانا شخصيا قد ما في ضبابيه على الموضوع وقد ما الموضوع كبير يعني شفت انا لو 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 بقدر اقتنع انه انه حادث هيك أه انه شو بعرفني بجسر وقع بنايه أه صار فيها سرقه او أو, او او جسر مثلا معمرينه وصار في سرقه بالحديد مثلا ووقع جسر بعد ما صبيناه اوكي اوكي مقبوله بس مش يا خيي عمليا بعدين مثل ما عم بسمع معلومات من من خبراء اجانب م. انه هيدا النيترات ما بيعمل هالقد قوي مش هالقد انفجاره قوي ال2700 طن ما بيعملوا هالقد في اكثر بس انا مش خبير بس عم اقول لك شو عم بسمع مين اللي قال لك هيك شفت تقرير عن خبير تلياني متفجرات تلياني مهم مم. ومع جرافيت واخبار وقصص انه لا خيي النترات لو جمعت 2400 طن نترات ما مم. بيعملوا انفجار هالقد كبير مم. بيعملوا كذا كيلو طن هيدا ثلاث مرات او خمس مرات او عشر مرات اكثر. إيه. يعني حتى عندك شكوك بالرقم اللي حتى لو صادر عن إيه. الاجهزه الرسميه؟ إيه. آه. آه. لا مش انه يعني في 2700 طن في اكثر لا يعني يمكن يكون في متفجرات تانية شو عرفني؟ انه في شيء واقع انه في في قنبله بتشبه كثير بعدين الحقيقه بدك بدك تقول مش مزبوط كمان انا على الهواء عم اقول لك اياها اوكي عم يفكر على صوت عالي تفضل وعن جد بلشت عم جمع معلومات هيك بين قلت بين دفن ودفن يعني مم. شو هالكوانسدنس انه من شهرين بصير في انفجارات هالقد بايران، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وبسوريا وتجينا هيدي انه انه عم هيك هل هي مربوطه ببعضها؟ قصدك سلسله الانفجارات آه الغامضه؟ الغامضه، في شيء اسمه سلسله الانفجارات، هل في شيء سلاح جديد طالع جديد ليزر مثلا بفجر بلد ما بعرف هل هل شي في شيء في شيء بس مش معقول probability انه يكونوا هودي يصيروا مع بعضهم بشهر ونص طيب هلا عم بحكي هيك اذا بدك كاني عم بشرب قهوه انا وياك لما بتسمع انه ما عندي الم... معلومات طيب والله العظيم ما عندي معلومات لما بتسمع انه المدعي العام التمييزي اصدر قراره بانه هيدا العنبر رقم 12 كان ما بعرف عنده مشكله بواب منفخوط في بواب وفي بقلبه نيترات دامونيوم بهال... بهال بهال بهالحجم وبيبقى قراره ما حدا بيرد عليه بالعربي المشبرح من 2019 لامبارح لبلشوا يلحموا البواب نحن وين عايشين يا عم بليز ما بقى تقولوا هيك لانه لانه اذا فك ناطر هيدي بدها تقول لي وين عايشين ما بقول لك 50 محل قبل 20 سنه بتتدين ست كل ست اشهر 3 مليار دولار وبتروح بتحرقهم وكهرباء بتخسر 3 مليار وبتقول لي هلا عن يعني كرمال التلحيم عم تقول لي وين عايشين تعال نسال بعض من 10 10 سنين وين عايشين انا فت على مجلس انا فت على مجلس النواب ما بنسى ما بنسى هالنهار اجت الحكومه المشي اليوم 10 دقائق ونخلص شو في يا خيي ماشي جايين بس تنصوت بدون يصدروا 4 مليار دولار اوروبون انا بتعرف جاي من صناعه يعني جاي. عمليا أنا, يعني بد... انا اليوم اتدين 4 مليار أهو. دولار هيك ب 10 دقائق إيه. ما اسال شكون تعملوا ليه كذا عملت معركه صرت ارفع ايدي تا احكي صاروا يضحكوا علي انه خلص خلص مين تضحك عليك؟ كلهم يعني شو بدي اقول حتى زملائك يعني مش فايق مزبوط بس فايق انه يطلعوا فيه انه خلص خلص زمه زمة, يعني اسمع هالكلمه صار 15 سنه بنعمل هيك أهو. واذا ما بنعمل هلقني هيك ما فينا ندفع معاشات انا لالي جاية من عالم انا بس بدي زيد ديني شو بعمل 50 دراسه وشو الريتيرن على هالدين وقال ما برده وشو عم بعمل فيه طلعوا الشباب بيقعدوا بيتسلوا بست شهور وبيجوا كل ست شهور بيتدينوا وبيأخدوا مصريات المودعين بدك تقول بدك تقول انه هلا كرمال وقفت على التلحيمه او اي بلد عيش م. لو حبيبي ما نحن هالطريق هيدي يلي صار لك لخ... يلي... انا ليش عملت نايب؟ عملت نايب كرمال هالشيء بالذات انه ما بقى فيني اشوف شواز هالقد وتحدي لعنون الطبيعه والعلم والاقتصاد وال والدماغ واللوجيك وقعدوا ببيتي ليش ما بتاخذ مبادره؟ وانا يعني عم بسال سؤال صدقني بكل صدق، نعم. ليش ما بتاخذ يعني انت وكم نايب مبادره الاستقاله بركي بالعكس فينو... فركي... بركي بركي في فينو... لانه في نواب عم بيفكروا فعلا بهذا الموضوع انا ما بس شو بنعمل انا رح اقول لك شو بتعملوا لما انتوا 20 30 انت نايب بكيفوا فيهم احلى أه. شيء احلى إيه. ما انت ما بدك, بدك انتخابات؟ ولك بيعملوا انتخابات على 20 كرسي يعني راحوا منيح بجيبوا اذا كانوا اذا كان في عندك ليه فيهم يعملوا هيك بعد اكيد اكيد بس خليني خبرك خليني. فاذا مش قارينا لك اكيد بخليني خبرة خبريه في نواب مستقلين بمجلس النواب م. ليه هالنواب المستقلين بدك اياهم يستقيلوا بيستقيلوا بس بس خبرني شو بتعمل بعدين نحن عندنا طريقه احسن واللي هي نحن عملنا قانون مضيو شيخ سامي جميل نعم وصوتنا عليه 18 واحد نعم سقط هذا القانون بس يصير يصوتوا عليه 51% من مجلس النواب مم. بتير مجلس يعني النواب يعني هذا القانون هذا القانون شو بقول؟ تقصير ولايه مجلس النواب بعد جمعه يعني بتقول له مم. جمعه تجي خيي خلصت بتعي لعندك يعني غير غير هيك ما بيصير عيب معناتها كل واحد بعم يعني كل واحد بده يتخطى ما بده يصوت على هالمشروع القانون معناتها بده هيدا مجلس النواب يكفي وبده يكفي بذات ال... هيك هيك هالمعركه خلينا نصوب المعركه بطريقه ذكيه ما نحن عم نضحك عليهم انه هن ادارتهم بيج... فاشلة فشل بنعمل مثلهم انه انا اليوم بيجي في له هونيك لك كم صوت مجلس النواب بيعتبروا حلو مية 100% مثلي انا مثلا مم. عن جد طيب. حدا بيقعد علي بي. بي. طيب انا اليوم بدك اياني فل فل لا ما في مشكله تخطينا هذا شو طب. عملنا جوا اذا صوتوا 65 نايب على التقصير و... على وفق اي قانون بدك ترجع تترشح تحت هالطبقه اللي خلص ما بقى بدها حدا لا. تقدر توصل المسلينة اول شيء خلينا نتفق خيي نحن عم نحكي عن لبنان جديد في ميثاق جديد في ورشه كثير كبيره في قانون الانتخاب في 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 في, في, في. هادي دور الثوره هيدي دور الفريق بده يقلب الطاوله اذا ما صارت هالقد بدك تقاتل بالموجود انا بقول اذا فتحنا ورشة قانون الانتخاب ما في انتخابات بحياتك من هيك اذا طار مجلس النواب اذا راح مجلس النواب بتعمل انتخابات تانية على القانون الموجود بتجيب اكتر احسن بتجيب احسن من هلق اكيد بس المارس القشاط مش هون المارس القشاط ميثاق وطني جديد كتير منيح هيدا اللي عم يحكي فيه امبارح كان ماكرون بزيارته شو يعني شو يعني ميثاق جديد يعني اتفاق على رح اقول شو يعني عقد جديد يعني عمليا كيف بيندار البلد كيف شو يعني الدوله المدنيه انا اذا بدك شغنيه مليون كثير وانا شوي أوكي, و أنا شو أوكي. اليوم والناس بعد اعطيني عناوين بس كلمتين صغار الدوله المدنيه شو يعني مم. اول شيء قبل هذا الشيء كله في جمله واحده نحن بالعقد الوطني اللي اللي مشينا عليه لهلا طائف يعني ايه لا 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 قبل 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 ميثاق 43 طائف ودستور اوكي في فوق الدستور شيء اسمه الميثاق الوطني الميثاق طيب ميثاق بعدين دستور بعدين قوانين الميثاق بتعرف شو ميثاق لبنان؟ العيش المشترك حبيبي مزبوط هاي الجمله ما شفت انه هاي الجمله هي وصلتنا لهون؟ لانه قصى عدم تطبيق هيدي الجمله وصلنا لا له. بالعكس تطبيقها فقط لا غير هي وصلنا بدنا بدنا بعد بدنا عيش مشترك منتج بدنا عيش مشترك فعال بدنا عيش مشترك بسموله بي... 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 فرتيل آه يعني خصب خصب, خصب. بي... بينتج بيعمل شيء نحن عملنا عيش مشترك وقفنا انا بحبك تقبرني وانت بتحبني بس كل ف... واحد بيعمل بده اياه ف... لا وقاعدين هيك بنتفرج على بعض ومنفلس ومنكسر الطرقات ومنعمل عقد الوطني الجديد بده يكون عقد الانتاج عقد النمو عقد ال.. عقد الحياد عقد القوه هيدا الاتفاقيه بتبلش منه أوكي. ساعتها بتنزل على الدستور وبتشوف كيف يعني الدوله المدنيه م. كيف بتقسم الصلاحيات بس بفكر مش بس عيش مشترك ما في انتاجيه كمان انا ما بدي اقول بدي احط ثلاث رؤساء لا بس عيش مشترك طيب وين الانتاجيه فيك تخبرني كيف يندار هذا البلد طيب لما يعني أش... انا اليوم بس ضوي معي احمر على الانتاجيه بدي ارجع اطلع كيف بدي ظبط العيش المشترك تعامل عيش مشترك منتج مش بس وحده انا اليوم بلدي بقلبه ما بيمشي في عطل اليوم بال... انا سميناه النظام التشغيلي اوبريتنج سيستم هذا موضوع بنحكي فيه كمان كثير يعني اليوم مثل ما بيقولوا راس الميت مش وقت نحكي بالقصص الوقت نحكي, نحكي شغله وحده اذا مش رح نفوت على لبنان الجديد ما بقى في لبنان الرئيس ماكرون التقى بالرؤساء والتقى بالقيادات السياسيين وعطى مهلة ثلاثة جماعة نعم. أنت مقتنع أنه هذه الطبقة السياسية هذه السلطة قادرة تغير بثلاثة جماعة الشيء اللي ما عملته بكذا سنة لأنه إذا حددنا في سنين فرصة صغيرة شو؟ ليك شو بدي أقول لك بس بدي أحلم شوي أنا قلت لهم بجلسة الثقة بالحكومة بالمجلس النواب م. قلت لهم يا رح تتحولوا ايها الزعماء السياسيون يا رح تتحولوا لاباء مؤسسين لدولة لبنان الجديد يا رح تصوروا شياطين تاريخ لبنان شو صاروا لهلا؟ له حيت هلا ساقطين بالفحص يعني شياطين؟ يعني يعني اكثر من شياطين انا بقول لك مكرون اعطيهم ثلاث جماع بعد اوكي اذا بهالثلاث جماع ما رح يصيروا اباء مؤسسين يعني بده ينسوا حالهم يعني بده يقولوا انا خيي مش عمري كذا شو بدي بعد شو بعد ناقص بالحياه الا انه اترك ليجاسي حلوه اذا ما رح يفوتوا بهالزمن هذا يعني بهالجمعتين شو يعني يعني بيعملوا حكومه جديده بعيده عن التكنوقراط 100% يعني بيعملوا شو بعرفني يعطوها صلاحيات خاص سبيسيال يعني بفوتوا ب بشجعوا جديد يلي يعني بتنمي المؤسسه الدوله اللي كلهم بدك اياهم طب انا عم اقول لك انه 99% ساقطين بس بدك تقول لي قال له مثل ما بقولوا اذا قطع الجمل بخمر الابره بس عند ملكوت الله لا شيء غريب، بركي لا في شيء مستحيل بركي ربنا ما بعرف بس انا عم اقول لك شو شايف انا شفت من وقتها لهلا ما عملوا شيء، بثلاث اجماع لح يعملوا العلم بيقول لك لا انا بدي مثل ما بقولوا <applause> بنفيت اوف ذا داو كلام مكروم امبارح نعم. أو تحدوا كلامه عن آه الخلاص بيكون يعني من جملة الأمور الحكومة حكومة الوحدة الوطنية نعم. أنت بتشوف أنه حكومة الوحدة الوطنية يعني الطقم الجديد بده يركب مع الطقم القديم هيك من بلد؟ لا هيدي هيدي ما مثل ما بقولوا بدك بدك نفهم اكثر التركيبه اللبنانيه تنعرف انه هيدي يعني فيها تكون فيها تكون منيحه كثير بس فيها خطر لما تكون انه تكون كمان محاصصه الاكستريم يعني <applause> كيف بدك تجمع ناس ما بيتفقوا على شيء؟ نعم. كيف بدك تجمع ناس ما بيتفقوا على شيء؟ وحده من الحلول اللي طرحها ماكرون امبارح حكومه وحده وطنيه لانه حكومه لون واحد ما فيها تقوم بالمهمه، ما فيها تقوم بهال بهال كيف بدك تجمعهم هود الناس؟ بدك ترجع تفوتهم على حلبه مصارعه ايه الا الا اذا كان في نفس جديد بيقول انا بدي افكر بدي غ... بدي شيل هذا الوباء يلي يعني اسمه وطن الزعماء وشو يفكر بالشعب انه انا كيف بدي اعمل نمو 7%، كيف بدي اعمل كذا، كيف بدي اعمل كذا بلا ما افكر بفريقي، كيف بدي اعمل كيف بدي فريقي يوصله كيف بدي اعمل بناء مؤسسه الدوله اللبنانيه خي بلخص لك يا انت عم كمية. تطلب حكومه تكنوقراط، انت مصدق انه بلبنان هذه الطبقه السياسيه رح تجيب ناس مستقلين بما بكل ما للكلمه من معنى يبلشوا يبنوا دوله، ايه او لا؟ آه انا بقول لك شغله صعبه كثير ولكن عندها ملكوت الله لا شيء انا مستحيل. على الارض <تصفيق> <تصفيق> على الارض لكن نعمة استاذ انا على الارض لكن على الارض ما صعب كثير مستحيلة صعب كثير طيب صعب. اذا كانت المساله هيدي مستحيله بيكون عم يحلم ماكرون او <applause> عم مجبور او, قل... أو قل... قل... عم يعطي اخر انذار للدنيا انه انا بلغتكم والباقي مش... عليكم يا خي مجبور يقول هيك انا انا يعني شوي انا عشت على غير صعيد طب انا رحت وقلت انا بدي فوت بدي كون بدي اعطي فرصه للعهد الجديد وبدي ساعده قد ما فيه وكذا ليه تا واحد يرضي ضميره انه خيعتنا الماكسيموم شو بدنا نعمل انه إنه عملنا كل شيء اللهم فاشهد اني قد بلغت يعني بلغت وجربت وعملت طيب في من ضمن الاجتماع اللي صار امبارح صار في لقاء مع النائب محمد رعد رئيس كتله الوفاء للمقاومه بيقول ما عندنا مشكلة نحن بأنه نتحدث مع بعضنا لأن يعني الرئيس ماكرون طلب طلب الحديث حكوا مع بعض ونخي يهتموا بالأمور الصغيرة وتركوا استراتيجيات لأنه مش قدها طيب لكن المشكلة أنه اللي متفق عليه ما بنطبقه مين اللي هيك؟ نائب محمد رعد مم. طيب الطائف ما طبق طيب الطائف بلش يحكي ورح نقول لأنه يعني هالأمور عم تنطرح مثل ما هي وأنا رح أطرحها مثل ما هي طيب الطائف قال بحل كل الميليشيات نعم لما في طرف بده يعتبر حاله انه انا لا مش ميليشيا، اوكي وانا عم ب... عم بسال سؤال لانه بلش ينطرح بشكل جدا واضح نعم الطائف طرح حل الميليشيات، ليش بده يضل في طرف بالبلد مسلح خارج اطار الدوله؟ لانه نعم ما طبق الطائف 100% مي فاذا مين بيكون ما عم بيطبق ما اتفقنا عليه؟ اول شيء ليش فكرك انه انه هن معصومين من الغلط يعني حزب الله عاملين غلط مثله مثل ومثل غيره طيب هو وثاني شيء ما تنسى انه السوري بس كان بلبنان ما بالعكس مش بس ما طبق الطائف بهالطريقه غزه غزه هالفريق مم. وهيدي كانت اخرت أخرت لبنان والاتفاقية الأمريكانية السورية آه هون ما تنفذت ومقتل مقتل جوليا معوض كان بداية الخلاف أنه التنفيذ اللي اتفقوا عليه ما كان موجود طيب بما تبقى لدي من وقت امبارح آه الرئيس ماكرون بيحكي عن عدم شفافية بالقطاع المصرفي مش يعني مش بس سياسي عدم شفافية بالقطاع المصرفي ويجب أن يرضخ لإجراء التدقيق المحاسبي نعم أوكي فات بالتفاصيل يعني عم عم بيقول لك وين وين عندك المعضله وين المشكله طيب اليوم بما يتعلق بالتدقيق في عندنا مشكله عليه كمان صح ولا لا في ناس بالعلن عم بيقولوا اوكي بس بالباطن عم ينسفوه مزبوط ولا لا مزبوط بس هلا اتفقوا على التدقيق وانا بعتبر انه التدقيق ما بيكفي بالبنك المركزي تبليشي هيدي في تدقيق لسنين ماضيه تنفهم آه المصريات شو عملت وداش انصرف وين راحوا اوكي شو بدي اقول لك انت رجل اقتصادي فيك تقول ليش كرول المتخصصه بالتدقيق واللي لها علاقه مع اسرائيل مرفوضه بينما الشركه الثانيه شو اسرائيل هذه شو الخبشه البدعه خليني كفي خليني كفي اه سؤالي هيك هيك هك هكذا قيل اوكي طيب كرول مرفوضه عند تعامل عند عند تعاطي مع اسرائيل بشكل او باخر لازار مع تعاطي مع اسرائيل آه هي وضعت خطه الحكومه شو هالحديث يا زلمه انفصام هي ولا شو شو هالحديث انفصام بالحكومه هي ولا شو في شيء خبريه ما بعرفها بيناتنا ما بعرفها في شيء صفقه هيك بشي محل ما بعرفها روح نبش عليها بتبين معك بس انا ما بعرفها بس انه خبريه هي قصه اسرائيل هي ضحك على الدقون يعني بيشوم عليهم. الانترنت يا خيي ليش ما فيش البيتس اللي بتطلع من اسرائيل عم بتفوتش بالبيتس تبعنا وليش شو الحديث هذا طيب ليه خلينا ننفصل على خلينا ننفصل على الانترنت بالعالم على العالم سويفت سويفت مش هو بحول مصاري على اسرائيل وبحول مصاري على لبنان ايه؟ هو ذاته شو هالحديث مم. هذا الاكسجين اللي بتتنفسه عم بيقطعش بس عم بيقطعش باسرائيل بلد. وقفوا تنفس اكسجين وقف هواء اكسجين خيي مزبوط ولا لا هذا الهواء اللي بيقطع من هونيك لهون ليش بنتنفسه <تصفيق> لا عم <applause> بمزح يعني بس انه عنو... انه بدنا نفكر ونوقف عقلاتنا هلا اذا بيملكوا اسرائيليه و... وفي حدا مشبوه فيها آه خطر لنا غير شيء بس كرول ما بيستم ما بيهتم ما ما بيملكوها اسرائيليه من دون من دون شك من دون شك بس بمجرد ما انه نرفض كرول ونقبل بالفارس بأ في شيء في شيء ما بعرف آه. ما بعرفه بس انا بعرف انه كرول شركه محترمه وقويه كثير في شي وقوي انت في شيء نايب انت ما بتعرفه نايب انت ما بتعرفه رح تسال في كثير اسا ما في كثير رح, رح تسال عنه مين بدك شو بجاوبوني بك شيء ما بجاوبوك نايب يا عمي خلي خبر خبريه انا عملت مساءلات خمس ست مؤسسات شرعيه اوفيسيال بدي فرجيك الأجوبة اللي اجتني ايه شو على عشو سألت سألت على كتير اشياء سألت على استقلال انون استقلال القضاء نعم بالصيفية يا خيي هذا الانون عم بتحضروا وزيرة العدل لوك سالته قبل انا على القديمه على, على الحكومه القديمه انه يعني يا خيي هيدا على اساس سحبتوه بعد شهرين بده يرجع نعم. لا ما رجع وينو؟ واستقلاليه القضاء اساس وهذا الإنون هالقد جاوبونا عليه جاوبونا انه نحن ايه لا بس انه تاخرنا بس لا نحن بدنا اياه وكذا وكذا طلعوا وعمليا طلعوا ما بدهم اياه. نفايات عن نفايات لا لا نقطة نقطة مين ما بدهم اياه بد انت نايب بدك تسمي لي ما بدنا نضل نحكي بالمجهول قل لي مين نادي ما سميت لك يوم بالبيان تبع رح سمي لك ايه شو اسمه هيدا إيه؟ الوباء يلي يعني اسمه نادي الزعماء ما سميت لك ايه في نادي فريق قال من خمسه سته هاو صار لهم 30 سنة بقطعوا باسات لبعضهم عمليا هاو الشعب اللبناني دفع حق هال هال هالماتش هيدا وهيدا الشعب اللبناني وصل لمرحلة اليوم عم ببقى فيه يحمل يعني <applause> النادي اللي عم تحكي عنه رفض نعم. لك موضوع استقلالية القضاء ايه؟ النقطة الثانية شو اللي رفض لك إياه بعد؟ نفايات نفايات الثالث ال ليش رفضوا النفايات؟ تيضلوا بالمكبات يعني؟ أكيد. في افاده بالمكبات جينا قلنا نحن اللامركزية هي الحل عملنا عنون لا نلغي الديون هذه فكره م. هي فضيحه اذا بدنا نحكي عنها كمان انه اليوم اكتشفنا انه بلديات مثل جوني مثل الزوق مثل بكسروين عليهم 20 و30 مليون دولار دين يعني شو هاد لمين لا لسك... لصندوق لدولي... البلد المستقل لانه دافعين لسوكلين عنهم يعني كيف هيك وكيف يكون تفوتوا على مركزية النفايات؟ مم. كيف بدكم كيف بدهم يشتغلوا هودي؟ هودي مديونين لأنه كانوا قاعدين عقلين عم تاخذوا لهم وما يكبوهم بالجل. أوكي البلديات اللي كانوا عم يكبوهم بالوادي برات المناطق بـ 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 بالشمال وبالجنوب مم. وبحلات هودي عليهم زيرو ديت واليوم مرتاحين، يعني الدولة اللبنانية عليها 90 مليار دولار دين، وولاد كسروان وبيروت وجبل لبنان عليهم 93 مليون يعني دولة الدولة دولة. عم بتقول لهم روحوا زعبروا روحوا زعبروا روحوا كبوا زبالاتكم آه في كل هودي كل هودي المساءلات يلي يعني في عمل في عمل مش منتظم بلش بالعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء كمان يعني الخلل كثير كبير بي بي بالمؤسسات الدولة اللبنانية مش بس الناس مضروبة م. السيستم مضروب يعني نحن اليوم لجنة الاقتصاد والتخطيط صار لها سنتين ونص بمجلس النواب تعرف أنه ما إجاها ولا فضيحة تعرف أنه ما إجاها ولا إنون تدرسه ولا إنون؟ ولا إنون؟ شو بتعني هاي معناتها الشباب مش عم بيخططوا يعني ما في تخطيط ولا في شيء في في, في 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 لجنة مال سارحة والرب رعيها لجنة ميل ولجنة لجنة تكتب القوانين الإدارة والعدل الإدارة والعدل يا خيي تعال خبركم خبريه انتوا بس تاكلوا بوكس بالميل ما هيدا تو ليت خلص فات الجول بدك تشتغل على الدفاع قدام على الاقتصاد وقبل على التخطيط انت تفلس ندمان انك فت على البرلمان؟ لا ندمان انه قرفان لانك بعدك بالبرلمان؟ الحل الثاني تعرف شو؟ شو؟ م... انو ما اكون لبناني بقى بس انا مش قبلان من هيك انا ما بقبل اقول بهو اثنين لانه انا بفز ما بظهر من مجلس النواب هيك ولا بظهر من من السياسي هيك بظهر من لبنان وبعد لك جنسيتي بقول لك الله يوفقك بالشكل اللي حكينا فيه ماكرون امبارح ايه. بهدلنا ايه. انت كلبناني كنايه كرامتك ايه. تهان ايه. من بس ايدنا شغ... ولا من بس, بس في شغله وحده ايه. في شغله وحده للحقيقه هيك بتعزيني م... تعزيني انه ش... انه ماكرون بيحترم الشعب اللبناني وبيحبه للشعب اللبناني من هيك انا كتبت له انه اليا نوتر اي كيف كان شو كتبت له؟ ما كتبت له على التويتر اه اوكي إيه، تويتر قلت له انه آه، آه، انه بشكرك انه جيت على لبنان في لبنان اخر هناك؟ في ال... لبنان اخر اي انت شفته هو اللي هو هالشعب اللبناني وهذا هذا الشعب مارف... اللي ميرفيو هذا شعب كثير رائع رائع بحق له بلد احسن من هيك ما ما ت... ما تفكر لبنان مثل السياسيين اللبنانيين م. لبنان بيش... مثل اللي مثل الشعب اللي بس امبارح حملنا مسؤوليه قالنا هودي السياسيين وهودي النواب وهي الحكومه هودي انتم جايبينها انا ما في يكون محلكم اه مزبوط معه حق قديش بتعزك الدنيا وقت اللي بتسمع لبناني عم يرجع يطالب بالانتداب هيدا السؤال الاخير لك يعني تعرف انا لالي انت بمرحله مرحله بدك تقدم جنسيتك يعني بشكل او باخر عم بتق... عم بشكل او باخر عم تتمنى الانتداب ايه انا بدي اقول لك شغله انا خلاني اعمل سياسي واترك حياتي الحلوه الخاصه اللي مشبعتني تحديات وتحقيقات ونمو واحتراف كله تركته مش شغله وحده لانه قلت انا يا بترك الجنسيه اللبنانيه وبترك لبنان وبنقول اكبر شركه بلبنان واكبر مشغله بلبنان الى برات لبنان يا ما بدي فوت بدي اهرب لقدام وفوت غير لبنان يعني عم تفوت هني على وجداني جوا انا ماني فايت العب ماني فايت مثل آه ما بقولوا اعمل بيانو اكسترا كوليك يعني بعد الجامعة بدي اتسلى اتعلم شيء لا انا فايت غير حياة يا بدنا يا بدنا نعمل هل... لبنان يشبه اللبنانية بالاحتراف واهم شيء بالاحتراف انا لالي في شغلي موضوع كثير مهم لالي انا ما بقبل ما بقبل كون الي علاقه بفشل هالقد كبير بقرف بستحي بس انت لهلا فاشل أنا مش مع... فاشل أنا فشلت بأو... لا ب... أنا بأول شلت, بطل... شلت بأول مر... بأول شقفة من المهمة تبعي يلي يعني هي جرب أنقذ معي الطبقة السياسية اللبنانية هيدي فشلت فيها لأنه مثل ما بقول المثل فيك تاخد الحصان على النبع المي بس ما فيك تجبره يشرب نحن جربنا نقول لهم اشربوا ما بدهم يشربوا فهلا هلا نحن محرين نحن حرين جربنا كل شيء هلا من هون ورايح صفحة جديدة راح رح تتوسع الكتله النيابيه المعارضه؟ اكيد احسن اصلا انا قد ايه متوقع كم نايب قريبا؟ بدي اشوف قديش في من الكتل من النواب الموجودين بقلب المجلس بقلب الكتل الموجوده المتراصفه بيعتبروا حالهم احرار كفايه وما عندهم دين ليسكروه يقدروا يتركون بكتله الكتله اللي كنت فيها قديش في ناس متحررين وما عندهم دين يسددوه ثلاثة أربعة مش كثير كثير من 29 مش كثير شكرا لك أنا ابن نعمة فريم على هذا اللقاء أه تعزينا عم تقول انه في ناس احباء لك فقدتهم تعزينا تعزينا لكل اللبنانيين على هالمصاب الكبير أه ان شاء الله من يوم وراح نكون على قد المسؤوليه وتكون هالثلاث جماع فعلا فاصله إذا رجع الرئيس السيد الرئيس ماكرون يلاقينا انه بلشنا نفكر بعقليه اخرى شكرا لك نعمة فريق مشاهدينا بشكركم على متابعة هذه الحلقة طبعا اللقاء يتجدد الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة بصراحة ضيعت الأيام نحن اليوم الجمعة ثلاثة إذا قلرات فإذا الساعة ستة نحن بنكون على بحلقة سوا بدي بس شغلي بعد بدي أدعي مناصري في كسروان عائلة الإنسان أولا أنه يكونوا بكرة الساعة خمسة بساحة الشهداء مع الثورة بأقصى قدرتهم عم تتحضر للثورة على الأرض نعم لأنك بفترة ما رح أرجع أفتح حلقة تانية بس بفترة من فترات قلت للثوار لازم نعرف كيف نفوت ونظهر ايه بس بكرة كان ببداية الثورة ظهرت وهلا راجع فايت على الثورة بكرة 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 عم نقرب على الضرب القاضي، أنا حكيت عن الضرب القاضي نحن عم نقرب على الضرب القاضي الضرب القاضي لمين؟ نحن هذا موضوع بوجه من؟ الضرب القاضي بوجه من؟ ما فيني افتح حلقه الطبقه السياسيه كلها منكفي بعدين ثانيه كنت بلشت هيك؟ شكرا لك نعمه فريم، اذا مشاهدينا بشكركم على متابعه هذه الحلقه والى اللقاء